إذا جاء النص للغالب فلا مفهوم له. فقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، مطلع الآية حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن قال وربائبكم اللاتي في حجوركم. الربيبة بنت الزوجة، فلا يجوز الزواج بها، بنت الزوجة من غيره فلا يجوز أن يتزوجها، لكن هنا ذكر في حجوركم. أيفهم منه أن الربيبة التي ليست في شجر وتربية زوج الأم يجوز لزوج الأم أن يتزوج بها؟ الجواب لا يجوز، لكن النص جاء لبيان الغالب، وأن الغالب أن البنت تكون مع أمها عند زوج أمها.